فوقيهم السوبرا لينا رجلين، الاورطه على الشمال والانفيرو بينكاف على اليمين خلاص. فالاورطه ده يبقى دي كده الليفت كده، ودي كده الليفت رينال فيسل، ودول كده الرايت رينال فيسل رايت ايه كده خلاص. انزل من الكيدني بينزل عندي هنا انبوبتين اللي هم مين؟ اليوريتر. دول كده اليوريتر. بعدين من الاورطه نزل عندي ارتري صغير اهو، وفي من الانفيرو بينكاف في فين راح يصب فيه. دول كده مين؟ دول كده جونادال فيسل خلاص، او في حالتنا ما دام ده ميل تستيكولار ايه بس الصغيرين تستيكولار بس وكانت تستيكولار بس خلاص. الاورطه ذات نفسه بيتفرع لاثنين كبار اسمهم كومون ايلياك ارتري. الكومون ايلياك دول بيتفرعوا تاني لواحد طويل اهو اسمه اكسترنال ايلياك ارتري، وواحد داخل يغذي الحاجات اللي في الحوضه اهي ده اسمه الانترنال ايلياك ارتري خلاص. يبقى انا عندي اكسترنال و انترنال. الاكسترنال والانترنال دول ماشي معاهم فينز بتاعتهم اللي هو اكسترنال ايلياك فين و انترنال ايلياك فين. الاورطه ذات نفسه بيدي برانش اخير هنا كده ماشي على السيكرم اسمه ميديان سيكرال ارتري اهو، وده كده قصاده في مين؟ ده كده الريكتم، دي الريكتم، وقصادهم في مين؟ ده كده الجلايه بلاد تمام. بالنسبه للمسلز اللي موجوده عندي ده كده اذا كان ده الديافرام، دي كده السواس ميجر وهي على الناحيتين. السواس ميجر في الحوض لاترال ليها الالياكس اهي، انما السواس ميجر في الابدومن في ظهر الابدومن في بقى ريتد لمين؟ واحد دي كده كوادريتاس لامبورم اهي على الناحيتين خلاص، وبراها دي ودي كده ترانسفيرسس ابدومينس اهي. يبقى دايافرام وبعدين تحتيه ادي الاثنين كيدني، وادي هنا الاورطا والانفيريو اورطا والانفيريو بينكاف، ده كده الليفت رينال فيسلز وده رايت رينال فيسلز. الاورطه بيتفرع تاني الى مين؟ الى اثنين كومون ايلياك واثنين اكسترنال واثنين ايه انترنال ايلياك ارتريز، ماشي معاهم الفينز اللي هم اكسترنال ايلياك وانترنال ايلياك فينز اللي بيصبوا في حاجه اسمها برده كومون ايلياك ويصبوا في الايه انفيريو او يعملوا الانفيريو فينا كافا. بعدين عندك من الاورطه بينزل عندك جونادل ده كده تستيكولار او جونادل ارتري وبيقابل الفين بتاعه، فدي كده الفيسلز بتاعتنا، وده كده اليوريتر على الناحيتين يوريتر ويوريتر. بعدين انزل من الاورطه يبقى عندك من ظهره في عندك ميديان سيكرال ارتري ده كده. وبعدين بالنسبه للمسلز دول كده الاثنين دول سواس ميجر، السواس لاترال ليها الياكس دي كده، ده كده لو احنا في الحوض في عند الهيب دول، لو انا فوق عند البوستيريور دومينال وول ادي السواس لاترال ليها كوادريتس لاترال ليها ترانسفيرسس ابدومين، تاني سواس لاترال ليها كوادريتس لاترال ليها ترانسفيرسس ابدومين. ده كده لازم تبص لها.